نفتخر طبعا أن عندنا في دولة الإمارات مركز بهذه الكفاءة، وفي شباب يعني مواطنين عاملين عليه بهذا المستوى من المهنية والكفاءة. اليوم يعني دورنا نحن كجهات حكومية اتحادية مع هذه المراكز، خصوصا في موضوع المياه، هو دور محوري. أسند لوزارة الطاقة ملف المياه، ونحن نعتقد أن أحد الشركاء الاستراتيجيين معنا بيكون مركز الأرصاد، لدورهم البناء أمانة في رصد كميات المياه والاستمطار، وكل هذه الأشياء يجب أن توضع في استراتيجية متكاملة لدولة الإمارات. وضع ملف المياه تحت وزارة واحدة هي أعتقد نقلة في الطريق السليم لاستراتيجية العامة في دولة الإمارات. نحن في الوزارة راح نكون مسؤولين عن أن نجمع كل الجهات هذه مع بعض، نضع استراتيجية واضحة للاستفادة من كل قطرة ماء تنزل على الدولة، لأن الماء أهم بالنسبة لنا من حتى من البترول، وضروري أن نستفيد من كل الكميات المياه هذه في تعزيز المخزون المائي لدينا في الدولة. يعني نزور كل الستيك هولدرز أو كل الشركاء لنا، نحاول في وضع الاستراتيجية العامة للوزارة أن نضع كل هذه الجهات مكملة لبعضها في الاستراتيجية. شيء ما هي الطريقة الأمثل لعمل كل هذه الجهات، هذا ما سوف يتم بحثه معاهم على أساس أن نستفيد. مثل ما قلت لكم، نحن الماء هو ثروة، يجب أن نستفيد منه يعني المرحلة القصوى من الاستفادة. مركز الأرصاد طبعا لديهم المعلومة، لديهم التنبؤ، يجب أن نستفيد من هذه المعلومات نحن في رصد قطرة الماء قبل أن تنزل. بعد أن تنزل على الأرض كيف نتصرف فيها؟ عندنا جهات كثيرة طبعا، والسدود، فجزء كبير هو أن نفهم ونتنبأ، وهذه نحن بدينا في مركز الأرصاد في جولتنا، لأن نريد يعني نعرف أو نتنبأ بكميات المياه اللي بتنزل في الدولة. بعدين بعد ما تنزل ماذا نعمل لهذه المياه وكيف نستفيد منها، هذا بيكون جزء من الاستراتيجية اللي إن شاء الله راح تعمل عليها وزارة الطاقة.